إنني أربي الكلاب مع الغنم لحمايتها من الوحوش المفترسة. وفي يوم أحد الكلاب افترس رأسا من الغنم فقتله، فغضينا النظر عنه، وبعد فترة من الزمن افترس أخرى فقتلته. هل حينئذ أكون آثما؟ جزاكم الله خيرا. لست بآثم، لأن هذا الكلب يعد من المؤذيات ومن الوحوش الصائلة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس ومنها الكلب العقور، فهذا كلب مؤذي ومفترس، ففي قتله دفع لأذاه ولا إثم عليك في ذلك. نعم.